طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم. مرحلة ما بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسية، فصول الحرب والسنين العجاف، هل وصلنا إلى نهاية هذه الفصول؟ هل ما زال للحل السياسي موطئ قدم مع جماعة الحوثي؟ خصوصا بعد رفضها الكلي للمجلس وكل مخرجاته لكل الخطوات الرامية للسلام، هل سيكون هناك تفاوض معها؟ وإن كان كذلك كيف سيكون؟ ما هي الأولويات أمام هذا المجلس؟ وكيف هي الأرضية والظروف لتحقيق هذه الأهداف؟ سيناريوهات الأيام القادمة نقرأها مع ضيوفي الكرام بعد متابعة هذا التقرير. ترحاب عربي ودولي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، مصحوبا بتفاؤل على أن يسهم ذلك في تحريك المياه الراكدة وخلق ديناميكية جديدة في العملية السياسية والتفاوضية الجامدة منذ اتفاق السويد. ردود الفعل الإيجابية عربيا ودوليا تلقفها المجلس برئاسة الدكتور رشاد العليمي، مؤكدا في أول خطاب له العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد. إن مجلس القيادة الرئاسي يعد شعبنا اليمني العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل، وهذا المجلس هو مجلس سلام، إلا أنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف، مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين. الأمم المتحدة أكدت أنها على استعداد للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الجديد والأطراف اليمنية للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية شاملة وتفاوضية للصراع اليمني. السعودية والإمارات أعربتا عن دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، بالإضافة إلى وزراء خارجية مصر والأردن والكويت والبحرين وسفير جيبوتي في الرياض. ومن جانب المنظمات العربية والإسلامية، أكدت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي دعمهما التام لمجلس القيادة الرئاسي، معربين عن تطلعهم لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار، ويتم خلالها التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة وإنهاء الحرب التي عصفت بالبلاد. وبخصوص ردود الأفعال الدولية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ترحب بإعلان تشكيل مجلس رئاسي في اليمن، وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية على إنشاء مجلس قيادة رئاسي بأنها خطوة مهمة نحو استعادة الدولة التي تخدم جميع اليمنيين. كما رحبت روسيا بالخطوة، معبرة عن أملها بأن يبذل المجلس الجديد كل ما بوسعه لإحلال السلام في البلد الذي تربطه علاقات تاريخية مع موسكو. الدعم العربي والإقليمي والدولي لمجلس القيادة الرئاسي، أكد الأخير أنه سيكون أهلا له من خلال الالتزام بأحكام القانون الدولي والقرارات الأممية وتجنيب اليمن أطماع الذين يستهدفون عروبته ونسيجه الاجتماعي. أيها الشعب اليمني العظيم، إن مجلس القيادة الرئاسي يعاهد الله ويعاهدكم أن يكون محافظا على الدستور والثوابت الوطنية والتزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وأن يعمل على تجنيب اليمن أطماع الطامعين الذين يستهدفون عروبته ونسيجه الاجتماعي والجغرافي. الرسائل الإيجابية التي بعثها مجلس القيادة الرئاسي لليمنيين في المقام الأول بالمحافظة على الدستور والثوابت الوطنية وكذا المحيط الإقليمي والعربي والدولي، يعد ترجمة لمخرجات مشاورات الرياض التي أكدت على تعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف وأولوية الحل السياسي والحفاظ على الأمن القومي العربي والشراكة مع المجتمع الدولي. حياكم الله من جديد، أرحب بضيفي الكريم الأستاذ والإعلامي أنور الأشول، وهو أحد المشاركين في هذه المشاورات. أستاذ أنور، أهلا ومرحبا بك ورمضان مبارك عليك. بعد نقل هذه لصلاحيته، هل برأيك ستنتهي الحرب؟ مساء الخير أولا، وأهلا وسهلا بك أخ جمال، وأعتقد أن الأمر بكل ما تعنيه الكلمة اليوم، نحن أمام
تؤكد يعني جدية المرحلة، جدية التنسيق، أهمية الصف الوطني. كل هذه عوامل تؤكد بأننا بصوب إنهاء الحرب. إنهاء الحرب إما سلما أو حربا. سلما متى ما خضع الحوثي إلى معطيات السلام، إلى عوامل السلام يعني العادلة التي ذكرها رئيس المجلس الرئاسي، أو حربا وإجباره طوعا كرها أن يعني يعود إلى جدة الصواب ويخضع لمتطلبات المرحلة القادمة واستحقاقات الشعب اليمني أن يعيش بحرية وأمن واستقرار وكرامة. طيب أستاذ أنور، يعني برأيك هل سيخضع للسلام؟ يعني هل ترى بأن هذا المجلس هو مصدر ضغط أو مصدر قلق؟ يعني قد يفهم الميليشيات أو قد تفهم هذه الجماعة بأن الكلمة بدت الآن واضحة والأهداف أوضح من ذي قبل. طبيعي أن هذا التشكيل لمجلس القيادة الرئاسي ضرورة يمنية كانت، ولو تأخرت قليلا لكنها جاءت في التوقيت المناسب الآن، خاصة بعد مرور 7 سنوات من الآلام التي أضرت بالوطن والمواطن اليمني. والخضوع للسلام أمر محتوم، يعني لأن هناك اليوم العالم شهد ما حدث. أنتم اليوم في تقريركم أوردتم أن العالم اليوم يقف إلى جانب المجلس قيادة الرئاسة. أشياء استحقاقية ومتطلبات المرحلة القادمة تنبئ بهذا. مجلس الجامعة الدول العربية أيد، العالم أيد، كلهم أيد. هذا يعني معنى أنهم حصروا الجماعة الحوثية في زاوية إما السلام وإما الجميع ضد هذا المكون المتمرد. طيب أستاذ أنور، هل نحن أمام إزاحة كلية طبعا للمشهد السياسي الأول؟ هل هناك مشهد سياسي جديد بكل مكوناته ومنظومته طبعا وأهدافه؟ شوف، هناك مرجعيات لدينا، مرجعية الخلط مثل الأساس الذي يمكن أن نبني عليها كل هذه الاتفاقات، كل المعطيات الجديدة، كل ما يحدث. هذه المرجعية الثلاث لا يمكن أن نفكك منها، وهي كانت واضحة وضوح الشمس. هناك قرار أممي، وهناك مخرجات الحوار الوطني، وهناك المرجعية الاتفاقية الخليجية، كل هذه المرجعية المبادرة الخليجية، كل هذه ما يحدث من مسيدات تبني عليها. يعني ليس أمام الحوثي أي خيار إلا أن يتماهى أو يتماشى مع هذه المرجعيات والمعطيات الجديدة في حال ما خضع للسلام أو خضع للتوافق والمزاج العام اليمني والمزاج السياسي والاتجاه الآن نحو إنهاء الحالة اليمنية الشاذة في المنطقة كلها. اليمن الوحيد الذي لا زالت حالة شاذة فيما يتعلق بوجود حرب، وجود مجاعات، وجود فقر، وجود نزوح، وجود أشياء، كوارث اجتماعية كبيرة جدا نشاهدها. كل هذا لا يمكن أن يترك هكذا عبثا للحوثي وللمشروع الإسلامي. طيب أستاذ أنور، الآن مثلا ما هو الواجب على المجلس، مجلس القيادة الرئاسي؟ يعني ما هي الأولويات بالضبط لكي يثبت طبعا للناس بأنه أتى لإنقاذهم، وكذلك لكي يرسل رسالة واضحة للحوثي بأنه إما سلم أو حرب سيستعيد مؤسسات الدولة؟ أخي جبال، أنت لو تابعت البيان الذي قرأه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في ختام المشاورة اليمنية في الرياض، يمثل هذا خارطة الطريق للمرحلة القادمة، وهو أيضا ما أكده رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في ختام أمس قبل أمس الموجه للشعب اليمني، وأنتم أتيتم بأجزاء من لا طريق للحل إلا بالحوار الذي يفضي إلى سلام دائم يتضمن شكل الدولة القادمة، يعني الحوار مع الحوثي إذا ما خضع للسلام وهو مثل طرفا فيها، لابد أن يكون طرفا فيها. يعني لم يريد يعني إزاحة هذا المكون يعني تماما وإنهائه من الخارطة اليمنية، وإنما يخضع للسلام وفق معطيات السلام العادلة. يعني شكل الدولة الذي نبحث عنه جميعا،
وفقا للمرجعيات الثلاثة اللي ذكرناها. هو ما سيحدده المجلس الرئاسي والطرف الحوثي فيما لو اتفقوا على طاولة حوار يعني نحو السلام. الحل السياسي مع الطرف الحوثي مهم جدا في المعادلة السياسية. طيب يعني حاليا يبدو أن الحل السياسي هو الاتجاه العام بالنسبة للاتجاه يعني هذا وكذلك. هو العنوان الأبرز اليوم لدى المجلس الرئاسي أنه الحل السياسي يعني تجنبا لإراقة مزيد من الدماء، تجنبا لمزيد من الدمار، تجنبا لمزيد من العبث في الوطن اليمني. هذا هو العنوان الأبرز. تمام. لكن وهناك نفس لهذا الأمر، وهناك اليوم وحدة وطنية تقف صفا واحدا، هناك المكونات كلها تخضع لمزاج عام واحد. اليوم الجنوب من طرفه إلى من احنا نتحدث عن من المهرة إلى صعبة، المزاج العام كله يقف خلف اليوم قيادة واحدة وقيادة موحدة وصف وطني واحد. كل هذه عوامل كبيرة جدا ضاغطة للطرف الحوثي وهو الأضعف. وهذا ما لمسناه أستاذ أنور، لو تلاحظ طبعا كثير من من الناشطين والإعلاميين الموجودين في مناطق سيطرة الحوثي يعني تحس أن هناك تأييد كبير أو أمل بالنسبة لهم في هذا المجلس. طيب يعني الآن المجلس يعني برأيك يعني هل الأرضية متاحة لتحقيق مثلا بعض التفاهمات السياسية بين الأطراف الموجودة في التكتل في تكتل الشرعية؟ هل الأرضية متاحة ل يعني للمعالجات الاقتصادية إن صح التعبير؟ صحيح، يعني اليوم الأرضية أكثر يعني متاحة أكثر مما كانت سابقا. يعني الجميع باعتقاد يشوف يعني لمن وصلوا إلى مرحلة أنه لابد من تسوية الأرضية للطرف الشرعية، لابد من تسوية الأرضية حتى تحدث يعني نجاحات واختراقات كبيرة جدا في الجوانب الاقتصادية الإنسانية الاجتماعية والسياسية والعسكرية. كل هذه اليوم الأرضية أصبحت مسرحا واضح المعالم ويمكن الانطلاق منه وتحقيق النجاحات والمرجوة منه. اليوم باعتقادي اللاعب ومن يملك القرار مختلف عنه بالأمس. أي مفاوضات جديدة مع الحوثي لن تذهب أدراج الرياح، ولدينا كما قلت مرجعية يمكن البناء عليها لهذه المعادلة السياسية، وإن اقتضت الضرورة بتعديل بعض موادها التي يرى مهتمون مثلا أو متابعون أنها كانت أسباب نشوب الحرب لا بأس أن يتم تعديلها، لكن يتم تعديلها على أسس واضحة باتجاه السلام العادل لكل اليمنيين. طيب للمجلس أستاذ أنور يعني الصلاحية الكاملة مثلا في بعض التعديلات في إجراء مثلا إذا قرر المجلس طبعا إجراء بعض التعديلات مثلا في المراجع الثلاث والحوار المباشر مع الحوثي؟ هو إذا حصل هناك تعديل هو سيكون هناك تعديل محدود جدا فيما يتعلق ببعض المرجعيات التي مثلا بعض مخرجات الحوار التي ذكرت مثلا فيما يتعلق بالأقاليم، ما يتعلق بإعادة النظر في مثلا الأقاليم حتى يعني تصوب العملية في هذا الاتجاه. هناك أقاليم تشعر بأنها ظلمت من ناحية الناحية الجغرافية تقصد يعني الجانب الجغرافي، الجانب الاقتصادي، الجانب يعني مع جوانب الدخل إذا صح التعبير لهذا الإقليم أو ذاك، قد يمكن أن يتم التعاطي في هذا الجانب وهي لا تمس بالمرجعية بأساس بالمضمون العام الرئيسي لمخرجات الحوار. اليوم هناك دستور أيضا في استحقاق قادم هو الدستور اليمني الذي توافق عليه اليمنيون في الحوار الوطني الذي تم. هناك أيضا بعض يعني الاستحقاقات الأخرى للشعب اليمني فيما يتعلق بإعادة الإعمار، المارشال القادم الجديد الذي سيعيد بناء ما تم تدميره خلال هذه الحرب. هذه الاستحقاقات الضرورية الآن هي عناوين باردة وهي أولوية بالنسبة للمجلس الرئاسي القادم. يعني العنوان العريض الأبرز هو قلنا السلام، العنوان الآخر هو إعادة تهيئة الأرضية اليوم ل انطلاق عجلة الاقتصاد أن تدور بشكل أفضل. لاحظ أنت الآن هناك تعاون جاد من قبل مجلس التعاون الخليجي، الأخوة في الدول مجلس التعاون الخليجي قدموا مساعدات لليمن تمثلت في وديعة بثلاثة مليار تقريبا وتم الإعلان عنها. هناك أيضا ودائع أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.
يعني هذا الدعم وهذا وهذه الجدية في التعاطي مع الملف اليمني يدل دلالة كاملة على أن الجميع يريد الاستقرار لليمن، الجميع يريد أن يعود اليمن سعيدا كما كان ويعود إلى حاضنته العربية. الحوثي إذا تشبث برأيه وأصر على تمرير المشروع الإيراني لم يجد إلا العصا الغليظة التي قد تكسره تماما وينتهي تماما من خارطة اليمن ومن من من تاريخ اليمنيين. طيب يعني أستاذ أنور، يعني هل ترى بأنه لابد أيضا أن تكون هناك تفاهمات طالما أن المصدر أو مصدر القرار هو إيران؟ يعني هل من تفاهمات مثلا دولية، هل من ضغط دولي مورسة على هذه على إيران يعني لكي تقوم بممارسة الضغط على جماعة الحوثي؟ هو شوف يعني طبيعي أنه هناك الملف يعني الإيراني هو لاعب ربما أساسي فيما يتعلق بتحريك الملف هذا، يعني اللي هو متمثل بال يرجى الانتظار. Please wait. You are on hold. أستاذ أنور. طيب. طيب أوجه لك تحية أستاذ أنور الأشول على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدين الأكارم فاصل قصير ونتابع تفاصيل المحور الثاني.